الصيف وجماله. مين فينا ما بيحبش الصيف بقى والبحر والبول؟ على قد ما بنحب الصيف على قد ما بيخلص الصيف احنا بنزعل جامد قوي احنا كسيدات. يعني ليه بقى؟ طبعا ميه البول، ميه البحر، طبعا الميه المالحه، ميه الكلور، اكيد 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 هما مش اكيد يعني هو حاجه يعني مفروغ منها، الشعر نفسه كله بيتدمر. طيب بعد ما اخلص فتره الصيف، طيب اعمل ايه بقى في شعري بعد الاجهاد اللي شعري عيني شافه معايا؟ هنعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه من مصفف الشعر كريم الزناتي. يا كريم اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد يعني لله. الصيف وزي ما بقول اللي بيجرى فيه وفي الصيف اكيد اكتر حد طبعا انت بيجيلك ناس كتير جدا، ستات كتير وبنات يقول لك الحقني يا كريم. واثناء الصيف على فكره يعني مش هقول بعد الصيف، كمان اثناء الصيف بنحب ننزل البحر، بنحب ننزل البول، لكن للاسف الشعر بيتدمر. اعمل ايه علشان الشعر هيبوظ بس عشان ما نوصلش لحاله من الدمار الشامل؟ موضوع الشمس والحاجات دي اكيد بتاثر على الشعر. وفي نفس الوقت انا لما حد بينزل البحر او البسين او كده شعره بيطلع ناشف جدا ويطلع بتعمل حاجه كارثه. ايه بقى؟ تحط اويل او تطلع تحط حاجه. أيوه. ده بيحرق الشعر اكتر. بتتكلم بجد؟ يعني اي اويل مع الشمس او البسين والحاجات دي. طب قبل ما انزل احط عليه كفر؟ قبل ما انزل بقى احط اي حاجه ليف ان، اي حاجه كريم. كريم مش اويل. مش اويل، الاويل ده ممكن احنا بنعمل كارثه يا بنات، احنا بنعمل كارثه. اصل انا بعمل هم بيقولوا ده بالظبط. لا لا، الاويل مع الشمس والبسين بيحرق الشعر. ممكن استخدم الاويل ده بعيد عن الشمس خالص، يعني قبل مثلا ما اعمل بيبيليس او ممكن مثلاً احطه. ما فيش بس مشكلة. مش ملوش علاقه بالشمس خالص. طيب يبقى نمره واحد ان انا اول حاجه مبدئيا كده احنا كلنا بنعملها غلط بما فيهم انا، ان احنا بنحط اويل قبل او بعد ما نطلع من البول، نحط حاجه كريمي، حاجه فيها كريم. اي كريم مفيش مشكله فيه. أوكي. بس الاويل مع الشمس لا، يعني خطر ده. طيب الناس اللي زي حالتي اللي بتحب الشعر المسبوغ، هل الشمس والميه بيأثروا على لون الشعر؟ حسب اللون اللي هي عاملاه. يعني انا بشوف الناس بتعمل الوانات الجراي والحاجات دي في الصيف، وده بيدمر الشعر اكتر. اصلا مش موضوع بيدمر، هو لون مش صيف. مش صيف. لازم اعمل بلوند او جولد، الحاجات اللي هي بتاعه الصيف، لان في الوان للصيف والوان للشتاء. ما ينفعش انا اعمل لون جراي لعميله واقول لها روحي انزلي الميه. اوكي، هتطلع شعرها اورانج. وبعدين انا عايزه اقول على حاجه، يعني بما اني انا من قديم الازل بسبغ، وساعات بسبغ لنفسي، وطبعا انا عارفه ان ده غلط كبير جدا، بس بستسرع عشان ما بعيبش عندي وقت مثلا اسبغ الروس، ما اعرفش اعمل ايه، افتح الشعرايه بتاستك، بتبقى زي الاستك كده بعد ما بنعملها. انا بقالي 20 سنه بشتغل. مؤخرا فهمت يعني قصه الشغل، ان اللي بيبوظ الشعر الكوفير. إيه؟ مش الماتيريال. ازاي بقى؟ لا، الماتيريال ده هو موجود من زمان والناس اخترعته عشان نعمل الوان. طريقه وحاجات. الاستخدام قصدك؟ طريقه الاستخدام ممكن يبقى غلط. طريقه ان انا ممكن مثلا قاعد عميله تقعد بالهايلايت 40 دقيقه او 50 دقيقه، ده كتير. ايوه. طيب. عشان الشعر يعني في شعرايه ما بتلقطش اللون اللي احنا عايزينه فبنسيب. لا، لازم اعمل تيست عشان اعرف اشتغل بأني طريقه، لان كل حاجه ليها طريقه. اوكي. ما ينفعش انا استخدم طريقه هي لكل الناس، في الاخر الشعر بيتعب. يعني انا عندنا في الصالون انا 40 دقيقه تكون الزبونه مخلصه اصلا سبب هايلايت. اوكي. بالتالي ده بيرجع اللي ممكن تكوني عندك وقت سريعه وبتشتغلي بسرعه بحاجه قويه جدا. بس ده بيكون للشعر العميله ده حاجه كويسه. طب يعني في ما منتج عادتش. طيب في منتج بيتحط، مش هنقول طبعا اسمه، بيتحط على الصبغه او الهايلايت علشان يطري الشعر. ده كويس نعمل كده؟ بتسأليني بقى كخبره ولا كعميله؟ لا كخبره. كخبره. الحاجات دي كلها ملهاش اي لازمه قدام ان انا ابقى شاطر. كعميله هتقول لي وهتبيعهولي وهتقول لي جميل وفظيع. ما حسب، انا ممكن احط لك كل حاجه لحمايه الشعر واحرق لك شعرك. ده بيرجع للكوفير قد ايه هو بروفيشن او هو فاهم هو بيعمل ايه. عشان كده انا بقول لك ان ممكن احنا عندنا في الصالون ممكن 20 دقيقه تكون مخلصه الهايلايت. ازاي ده انت هايل. لا، عشان انا سريع. اوكي. في صالون تاني ممكن تقعد 50 دقيقه بالهايلايت على شعرك. وحياتك بنقعد بالخمس وست ساعات. أيوه. كل ما الانسان يبقى بطيء في الشغلانه بتاعتنا دي انا بحس ما بيبقاش عنده خبره قوي.
طيب انا ازاي برضو ما خلاص احنا محطوطين امام امر واقع زي ما بنقول صيف يعني بحر يعني بول يعني شعر بينشب، بيبقى الشعر دايما يعني حتى الناس اللي ببقى بشوف شعرها ساعات شويه دهني لا بيبقى فيه جفاف كده في الشعر، احمي ازاي شعري من الجفاف ده؟ في غلطه البنات كلها بتعملها ان هي بتغسل شعرها كل يوم وده بيوقع الشعر وبيبوظه وبيقصفه يعني بيعمل كل حاجه. ابعد عن غسيل الشعر كتير. ما انا غصب عني ما انا هنزل برضو البحر. لو هتغسله هتغسله شامبو مره واحده خفيفه جدا. أوكي. واي نوع كونديشنر الحاجات دي ما تحطهاش على الشعر. طب احط ايه؟ تحط اي ماسك اي حمام كريم بس اي كونديشن هو بيبقى خلي شعرك طري في الاول وبعد كده بتلاقي شعرك هاش ونشف ان في مواد بتاذي الشعر. طب بما شعر. انك قلت الشعر الناشف والهايش او الهايش تحديدا، واحده زي حالتي انا شعري ناعم بس زي ما انا قلت لك قبل ما نبدا تصوير الشعر من تحت هو كله من هنا ناعم بس من تحت هايش، ده بيبقى علاجه ايه؟ يعني هل في حاجات معينه يعني اقدر اعملها او اجي لكم الصالون اعملها؟ ممكن تستخدمي الاول الحاجات اللي هي التريتمنت العادي تشوفيها هيعمل معاك ايه. أوكي. الحاجات العاديه ما جابتش نتيجة بتيجي تعملي كولاجين مثلا أو حاجة خفيفة جدا على الأطراف. بيفرد الشعر؟ مش بيفرد بس هو بيهدي الهيشان بس بتاع الشعر. لكن البروتين والحاجات اللي هي طالعة دي كلها البروتين والحاجات دي أنا ما انصحش غير الشعر اللي هو محتاج فعلا إنك تعملي اللي يبقى شعر مجعد جامد. انما غير كده انا ما رجحش ما بتحبش. احنا معنا فيديوهات يا جماعة تقريبا هنشوفها دلوقتي ولا ايه؟ معنا اهي ده ايه بقى اللي انت بتقص؟ دي حاجة لما يكون حد عنده شعر طويل هي بتحب شعرها مش عايزة تقص كتير بس ممكن نعمل لها ديجرادي كده بسيط تعمل لها شكل بس في الشعر شكل كده في الشعر بسيط. والله انا بستحرم اي واحدة شعرها طويل بتقص بستحرمه جدا. لا بس يعني دلوقتي نازل موضة اكتر الشعر. طب المفروض اقص شعري كل قد ايه؟ كل شهرين على الاطراف. اوكي الاطراف كل شهرين تمام. طيب ساعات بشوف ناس برضو احنا طبعا هنتفرج على فيديوهات كتيره واحنا بنتكلم يعني هسال اسئله وهرجع لها تاني للفيديوهات. بشوف بنات نازلين مثلا لابسين كاب او حاجه هما نازلين الميه، ده صح ولا ده غلط؟ هيتبل برضو هيتبل فهو مكتوم ومبلول فيعني فلا خليه بقى بيوقع الشعر اكتر يعني ان الشعر بيتعرض لرطوبه وحاجات كده ومقفول اكيد بيتقطع الشعر بيقع. طيب هل نفس المنتجات او الحاجات اللي انا هستخدمها لميه البول او البسين هي نفس المنتجات للبحر يعني الكلور زي الميه المالحه ولا لا بتختلف؟ بيبقى اقوى انا بحس الكلور اقوى. الكلور اقوى. طب برضو استخدم اللي هو الكريم؟ هستخدم اي ليف ان كريم مش اويل. مش اويل، الاويل ده لما ابعد عن الشمس خالص في البيت قبل. لكن قبل ما اعمل بس برضو سشوار بيبي ليس احط اللي هو الاويل يعني ممكن. برضو حاجات بسيطه يعني عشان اي شعر دراي وانا ارجع اقول هو شعري متدمر من ايه؟ لا ما هو اي شعر دراي هو الناس لما بتحط له اويل او سيره ما هو حاجه بينشف اكتر واحساسك ان شعرك طري بس هو اويل مع سخونيه. اوكي طيب انا دايما يعني انا بسالك الاسئله يعني الاعداد بجد مشكورا كاتبين اسئله جميله جدا بس انا حابه اسالك الاسئله اللي بتدور في دماغ البنات اللي هو لو انا قاعده بتفرج طب والنبي اساليه مش عارفه ايه. اوكي السيلفر شامبو احنا طبعا السيلفر شامبو للي بيشوفونا عشان لو انتم مش عارفينه او مش فاهمينه ده بيبقى نوع من انواع يعني مش نوع هو حاجه من الشامبوهات اللي هي بيبقى لونها بلو كده شويه علشان اللي زي حالاتي الشعر لما بيغير لونه فبنعمل بيه رنساج. بتنصح بيه ولا بتنصح بالرنساج العادي اللي هي صبغه على شامبو على لا انا بالنسبه لي اي حد بتروح الصالون ويقول لها تعالي بعد اسبوعين او اسبوع تعالي اعملي رنساج هو معناه ان اللون مش مظبوط. اوكي طبيعي ان انت تروحي تعملي شعرك لون على اقل حاجه بتقعدي 3 4 شهور. حلو يعني انا المفروض ما اعملش رنساج عندك الجذور مثلا عايزه تعملي الجذور عندك ابيض هيطلع طبيعي هتيجي تعمليه. بس ما ينفعش اجي اعمل هايلايت دلوقتي اجي اقول لك بعد اسبوعين تعالي اعملي رنساج. طب انا جيت هنا عملت ايه؟ لو الرنساج بينشف الشعر برضه استخدم بلو شامبو املي بموضوع الرنساج او التونر
ده لو الشامبو بيبقى كويس، لان في شامبوهات كتير منتجات هي كويسه يعني بننصح بحاجه معينه. لا في من انا عارفاها، ده خطير ده. بتغسلي منه مره بس كده كل 10 ايام او اسبوع، لكن مش في كل غسله شعر استخدم السيلفر شامبو. لا لا يعني لا، هي مره مثلا في الشهر. واي كوفير يقول لي للعميله تعالي اعملي رنساش كل شويه تهرب منه. طب ما هو شامبو، ما هو شامبو. فانا لا، هو بيقول لها شامبو بس هو بيكون صبغه. صبغه طب انا في البيت لو انا عايز اعمل الرنساج ده في البيت عندي، انا استخدم السيلفر شامبو؟ هتستخدميه، بس اكتريه الكوفرات ما بتبقاش فاهمه ان الشامبو ده بيتحط على الشعر وهو ناشف. ناشف مش مبلول؟ مش هو مبلول. تتكلم بجد؟ بتسيبيه 5 مينيت مثلا على الشعر. يا لهوي، انا بعمل كل حاجه غلط يا جماعه. انت كنت فين من زمان يا كريم؟ بجد انا يعني انا بستخدم السيلفر شامبو عندي في البيت بس الشعر مبلول. لا، وبسيبه شويه 5 دقايق احسن عشان ياخد اللون بالظبط. اوكي. طب يا جماعه، يبقى احنا في حاجات كتير، وانا متاكده ان في بنات زي كتير او ستات زي كتير بتعمل حاجات غلط. اول حاجه قبل ما تنزلوا البحر ما تحطوش اويل، او بعد ما تطلعوا ما تحطوش اويل. تاني حاجه سيلفر شامبو على الشعر الناشف مش على الشعر المبلول. طيب الالوان بقى السنه دي ايه؟ يعني اكتر الالوان لا اللي انت شايف ان هي لا طالعه ترندي وموضه قوي ايه؟ اهم حاجه من الالوان ان انا يليق عليك اللون او لا. في عملاء كتير بتيجي بتقول مثلا عايزه بلوند او كده، وهو ممكن ما يبقاش حلو معاها. احنا بنقول لها ايه اللي ينفع معاكي وايه اللي ما ينفعش، بس انا شايف كله بلوند دلوقتي. ايوه، بلوند بقى بدرجات، والجولد بلوند، اش جراي مثلا، حاجات كتير قوي. حسب كل واحده ليها كل بشره بتهيألي ليها. يعني انا ما يليقش عليا الجراي خالص، ده بيكبرني اصلا في السن كتير. وبعدين مش لون اصلا صيف. لا بصراحه لا. طيب خليني كده، كل البنات والستات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي نقول لهم على روتين يومي للشعر. انا من ساعه ما اصحى لغايه لما انام، هل في روتين امشي عليه اعمل حاجه في شعري او كده ولا لا؟ اول حاجه الروتين، انا بالنسبه لي موضوع الغذاء، ان حد يتغذى كويس وتاكلي اكل صحي. تاني حاجة موضوع الغسيل الشعر، ما تغسليش الشعر كتير، مرة في الأسبوع يعني مرتين. بس الشامبو يبقى مرة واحدة بس، عشان احنا متعودين الناس تقعد تغسل شعرها بكذا مرة بالشامبو. ده غلط. وعند الكوافيرات بصراحة بيقعدوا يغسلوا الشعر كتير قوي. هي مرة واحدة. هي مرة واحدة. طب والمرة التانية لما اغسلها، اغسلها من غير شامبو بس احط عادي الكريمات بتاعتي والحاجة؟ لا نفس الحاجة برضو. يعني مرتين بس في الأسبوع هو الشامبو. اوكي. الشامبو ده اي شامبو، انا من وجهه نظري يعني ان بيشيل كل حاجه من الشعر. طب الشامبوهات بتاعه الاطفال اللي مش هنقول برضو اسمها، بيقولوا دي لطيفه وكويسه وما فيهاش مش عارفه كيميكال، هي اكتر شامبوهات برضو بتشيل كل الزيوت من الشعر. يعني برضو مضره؟ مش مضره بس يعني زي الشامبوهات العاديه. العاديه، اي شامبو انا بالنسبه لي انا في شغلانتي بيرغي بيعمل رغوه، كله زي بعضه. اوكي. طيب خليني اقول لك كده، تقول للبنات والستات نصايح يعملوها وهم مسافرين وهم في المصيف، يعني حاجات كده بسيطه برضو يتجنبوها، لان في حاجات كتير احنا كانت زي ما بنقول حاجات مغلوطه عندنا. فقول نصايح كده لكل البنات والستات اللي بيشوفونا دلوقتي. لو انا دلوقتي عندي واحده شعرها خفيف، لازم تهتم بالقص، تقص شعرها كتير، وهو ده العلاج الوحيد اللي هيخلي لك شعرك يتقل. انت قلت نقصه كل شهرين. لازم. أوكي. ولو شعر خفيف لازم تروح تقص قصير. تقص قصير عشان هو ده اللي هيتقل شعرها. في منتجات بتطول الشعر بامانه يعني؟ لا انا بحس مفيش. لا هي بتحافظ على الشعر، لكن مفيش حاجات بتطول الشعر. انت اللي انت بتاكليه هو بيطلع على شعرك، ده اللي انا فاهمه. يعني اكلك صحي وبتاكلي كويس شعرك هيبقى كويس. طيب الشامبوهات اللي فيه بنلاقي حاجات، يعني انا بصراحه ما جربتهاش، لكن بشوف مثلا اعلانات كتيره وبلوجرز كتيره بيطلعوا مثلا يعلنوا عن منتج شامبو او حاجات طبيعيه للشعر، شامبو بتركيبات طبيعيه ما فيهاش اي كيميكالز، ده كويس ولا لا؟ ما بتنصحش برضو؟ انا دلوقتي هعرف الشامبو ده ما فيهوش اي كيميكال عند ما اجي استخدمه. انا جيت استخدمت دلوقتي شامبو مكتوب عليه ما فيهوش سلفات وما فيهوش حاجات كتير او رغى الشعر. هو زي اللي في اي صيدليه في يعني هو طبعا كلام بس. دلوقتي عشان اجيب شامبو ما بيعملش رغوه او بيعملش، لازم فوق ال $200 مثلا عشان اجيب شامبو. لا مش عايزين الكلام ده، عشان اجيب حاجه اصليه بقى، ان انا ما حاجه طبيعيه. انما يعني الشامبوات العاديه دي اكيد لا، كلها بتبقى زي بعضها بس هي اسامي وحاجات كده. طيب في ناس بتحب تصبغ شعرها كتير جدا،
يعني مجرد ما يطلع الروتس كده حاجة بسيطة بتروح ضربة شعرها كله. المفروض أصبغ شعري كل قد إيه؟ لا هي لو حد عنده جذور أبيض أكيد بتعملها كل شهر مثلا. أوكي. ولو في برضو في حاجة عايزين نتكلم فيها إن دايما اللي بيبقى عنده شعر أبيض بيغمق الشعر. عشان تعالجي الأبيض لازم تفتحي شعرك. في ناس اصلا بشوفهم بينزلوا لك ده هايلايت طبيعي يا جماعه. لا لا ماشي اوكي، بس قصدي ان انا لو انا عندي شعر ابيض لو انا بغمقه يبقى انا كل اسبوعين ثلاثه هكون في الصالون. اوكي. لو انا عندي شعر ابيض لازم افتح شعري عشان يتدارى معايا. طيب ايه رايك في الاسبريهات اللي هي نازله؟ يمكن كنت بتكلم فيها معاك قبل ما نبدا تصوير. يعني كنت لسه بقول الكريم انا اشتريت سبراي كده عادي، يعني بحكم السن الشعر الابيض بيطلع وبحكم الصبغه فالشعر الابيض بيطلع، فجبت سبراي بيترش كده على الشعر وبراند على فكره. هو رايك فيه ايه؟ الاسبريهات دي بس وقت ما يكون مزنوقه كده ترشيها وتنزلي او وقت تصوير كده بس، لكن بس مش استخدام يومي. لا لا مش حلو. بعد ما انت بتغسلي شعرك اصلا بتلاقي شعرك ناشف جدا. وحياتك، هو مش قبل ما اغسل، هو انا بعد ما ارش رشتين الشعر نفسه بيبقى لا وكمان ناشف. بيأثر على الشعر، بتحس شعرك ناشف، تحس في حاجه غلط. أوكي. انا بعالج حاجه بس بعمل مشكله بطريقه تانية، بنعمل مصيبه في حته تانية خالص بالزبط. يعني يبقى الاحسن ان انا ممكن لو انا عندي ابيض هفتح شعر كتير عشان الابيض يتدارى معاه، بدل ما هصبغ كل مثلا شهر هصبغ كل 3 4 شهور. طيب انت من شويه قلت لي على موضوع الكولاجين. طيب الكولاجين هل انا يعني برضو نقول للناس اعمله في فتره الصيف ولا استنى لما اخلص خالص وبعدين ابقى اعمله بعد الصيف؟ حسب، يعني في ناس بتبقى عايز تقعد على البحر وشعرها دايما كويس وكده، بس انا بشوف ان اعملي تيست الاول وبعد كده، يعني التيست ده عشان ممكن يبوظ شعرك برضو، لازم تبقي عارفه ان ده هيكون كويس لشعرك. دي بقى كل كوافير وضميره، يعني اتمنى بالزبط. كل الكوافيرات يبقوا زي كريم بجد، ان لان بجد انت من الناس القلائل اللي عندهم ضمير. زي ما بقول لك بنروح لكذا كوافير، اعملي واعملي بروتين واعملي واعملي، فده ممكن يدمر الشعر. لكن نشوف يعمل تيست على الشعرايه لها جابت نتيجه ومستحمله. طب لها مستحمله وجايبه نتيجه، الكولاجين ده المفروض اعمله كل قد ايه؟ الكولاجين ده يعني ممكن كل 5 6 شهور مثلا. بس يعني نعمله خفيف، حاجه خفيفه يعني. طب وغالي؟ لا لا مش غالي. لا 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 مش غالي، لا هو اقل حاجه كتريتمنت يعني. كريم انا كنت مبسوطه وسعيده ان انت موجود معايا هنا في قناه المحور وهو هنا، وبجد انا شخصيا استفدت منك كتير جدا. على طول الشتاء بقى تجينا تنورنا في حلقه ثانيه برضو، ونقول للناس كل ما هو جديد في الشعر في الشتاء. كريم الزناتي بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي لحضرتك. طيب كريم هو قال لنا حاجات كده سريعه وحاجات انا واحده من الناس كنت بعملها الحقيقه برضو غلط. نوعدكم ان شاء الله ان يبقى الفتره اللي جايه معانا حاجات بقى عن البشره وعن الشعر، والحلقه دي معانا حاجات كمان عن الشعر. لسه اكيد مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو هنا، لكن بعد الفاصل.